نبدأ أخبارنا من عند نادي المصري اللي فيه مفاجأة من الانهيار الثقيل مع أول أيام انتهاء الدوري. قرر مجلس إدارة نادي المصري بالإجماع في اجتماعه صباح اليوم توجيه الشكر للكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري والطبي على ما قدموه للفريق الأول من النادي خلال الفترة الأخيرة، وأنهى خلاص نادي المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة طبعا اللي كانت امبارح في الجولة الـ34 من الدوري. يتوقف بكده رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38، أنهى المركز الـ13 في جدول الدوري العام هذا الموسم. طبعا عارفين ان الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن قاد النادي المصري في الدور الثاني بعد إقالة التونسي معين الشعباني من تدريب الفريق وحقق نتائج جيدة، لكن من الواضح انها رؤية اكيد لمجلس الادارة جديد برئاسة استاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري المنتخب الجديد.